خلونا بقى واحنا بنتكلم على يعني او انطلاقا من مسألة الاقتصاد ونتائج ما يحدث في العالم ومحاولاتنا للخروج من الأزمات، مش مصر بس اللي بتدور على حل للخروج من الأزمة. يعني هو انت متخيل تراس اعلنت استقالتها ليه في انجلترا مثلا؟ يعني عشان بس المسألة تبقى قريبة من الذهن، انت بتتكلم على 2 رؤساء حكومة في لندن قدموا استقالاتهم. المسألة مش سهلة. أنا بكلمك على لندن التي يراها المذيع المحرك الرئيسي للسياسة الدولية، مش واشنطن بس، مش موضوعنا دلوقتي نتبادل وجهات النظر في ده، لكن أنا بكلمك على المملكة المتحدة. يا دين النبي يا دين النبي، ده بلد بيصيغ السياسة الدولية النهاردة بقالنا قد إيه؟ 150 سنة بيحرك السياسة الدولية، حتى برغم أنه خرج من مسألة الحروب المباشرة يحرك السياسة الدولية، وبرغم من ذلك تدفع ثمنا باهظا في هذه الحرب. مصيبة. أنت متصور أنه في الحالة دي المفروض أنه مصر تبقى بمعزل عن الوضع الاقتصادي والسياسي الدولي؟ طب إزاي؟ طيب تعالى هنا بقى وانا بتكلم معاك اقول لك لازم اشاركك في كل حاجه بتحصل في مصر وبره مصر، اللي بيجرى كله لازم تبقى فاهمه، الحلو واللي مش حلو. تعالى نروح لموضوعنا التالي. وزاره التنميه المحليه اعلنت انه دلوقتي بيتعمل تنسيق لاطلاق حاجه اسمها الموازنه التشاركيه في محافظات جمهوريه مصر العربيه بكاملها قاطبه، ده خلال الفتره اللي جايه. طيب ده جاي بناء على أو جاي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بإطلاق الموازنة التشاركية لكل المحافظات، فيصبح المواطن شريك أصيل في إعداد الموازنة العامة. يعني إيه الكلام ده؟ المواطن شريك أصيل في إعداد موازنة الدولة؟ طيب تعالوا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بيك يا دكتور خالد. و يعني ايه المواطن هيشارك في اعداد الموازنه يا فندم؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك. مساء الفل. يعني خليني اكمل التعارف، واستاذ الاقتصاد بالاكاديميه العربيه على التكنولوجيا. ايوه. ومساعد السيد الوزير. صح. يعني انطلاقا يعني انا كان لي حظ ان انا يعني سمعت الاستاذ عماد، وخليني اقول لحضرتك ان الموازنه العامه للدوله دي بتعبر عن موارد الدولة واستخدامات الدولة. استخدامات الدولة الإنفاق الحكومي طبعا، وموارد الدولة كل ما يرد إلى الدولة من موارد، سواء كان الشق الاقتصادي أو الجزء الخاص بالضرائب وغيرها من الرسوم وغيرها. طيب حسن إدارة الموارد يأتي منين؟ يأتي من الأصل في المالية العامة إن احنا بنتكلم على الجزء الأصيل اللي هو موازنة البرامج والأداء، بمعنى أن كل وزارة من وزارات الدولة المصرية، وإحنا عملنا على ده من 2015-2016 على مستوى وزارات الدولة، ابتدينا بسبع وزارات ثم استكملت الـ 32 وزارة. كل وزارة عندها مجموعة من البرامج اللي بتتبناها. وزارة التنمية المحلية عندها من ضمن البرامج الجزء الخاص بالإنارة، الجزء الخاص بالطرق، الجزء الخاص بالبرامج الخاصة بالصرف الصحي، الإطفاء وغيرها من احنا 32 ملف بنشتغل فيه ومسؤولين عن المواطن المصري من أول ما يصحى من النوم لغاية لما يرجع ينام تاني. طيب احنا بقى في ضوء كل هذه الاستخدامات، أولوية اختيار الاستخدامات بناء على أولوية الاحتياج، ابتدينا في ده ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في سوهاج وقنا، وابتدينا بهذا بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، وإعمالا ترجمنا الاحتياجات في شكل برامج وأهداف، وتم التحاسب على الإنجاز، وبالتالي حضرتك بتقيس الأداء في سواء كان في الإنفاق بما تم استهدافه من وراء هذا الإنفاق، طريق محلي، إنارة، صرف صحي، مياه شرب، تطوير في الإدارة المحلية، إلى غير ذلك من الملفات المختلفة اللي استخدمناها في المحافظتين. طيب للتعميم ده القيادة السياسية قالت ان احنا ننقل تجربة النجاح دي على محافظات الصعيد العشر، وبالتالي
بدأ الشغل التوسيع مع البنك الدولي في أسيوط وألمانيا، وبعد كده استكمالا العشر محافظات المصرية الصعيد. ثم بعد ذلك اشتغل على حياة كريمة بنفس المنطوق وبنفس الحزب. تم تكوين مجالس اقتصادية في الكرة حياة كريمة، بحيث أن الاحتياج الحقيقي اللي على الأرض للقرية، سواء كان صرف صحي أو مياه شرب أو احتياج اقتصادي أو مراكز طبية أو مدارس وإلى غير ذلك، سواء رفع كفاءة أو إنشاء جديد، كل ده تم تكوينه وتم اختياره بناء على الجزء المتعلق بالاحتياج الحقيقي. فتم تكوين المجالس الاقتصادية دي من القيادات الطبيعية اللي موجودة، ومن منظمات المجتمع المدني الموجودة في هذه الوحدات القروية، ومن الشباب والشابات المتطوعين ان هم يشتغلوا معنا في هذا الامر. تم تشكيل هذه المجالس جماعها، وتم مناقشه هذه الاحتياجات، ثم من الشكل اللامركزي ومرورا ووصولا الى بالشكل المركزي اقرارها. طيب، تم اقرارها، بعد ذلك تنزل مربوطه ببرامج ومشروعات جوه برامج يتم تشكيلها ويتم تنفيذها على الارض. وبالتالي من ساهم في اختيار هذه المشروعات وتم التخطيط لها يساهم في عملية متابعة التنفيذ على الأرض. ثم بعد ذلك تيجي بقى الدور بتاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللي بعد كده، اللي هو مراجعة تقييم أداء ما تم تخطيطه وفقا للمخطط على الأرض. من هنا جت إطلاق الموازنة التشاركية، كما أعلم مع الوزير اللواء هشام أمن وزير التنمية المحلية، مع السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، بحيث يبقى ناخد مجموعة من المحافظات. وبالفعل في سبتمبر الماضي تم أخذ محافظة الفيوم، والعمل على التوازي بعد كده مع المحافظات المصرية بقية 27. ليه؟ لأن ده بيحقق مبدأ التشاركية، وبالتالي تنفيذ ما يحتاجه المجتمع على الأرض. كان لابد لإعمال هذا تدريب الكوادر المحلية في كل المحافظات وبناء قدرات على الموازنة التشاركية لنشر الوعي. وبعد كده حضرتك تم تنفيذ ورش عمل في برنامج في مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة، ثم بعد ذلك طبعا تم التدريب في محافظة كمان الفيوم على مجموعة من الأهداف المهمة جدا، وهو إعداد خطة التنمية المحلية الاقتصادية والمؤشرات التنافسية ومؤشرات تقييم العائد والأثر من هذه المشروعات. ممتاز. ثم منظومة إدارة المعلومات الحكومية ومهارات التواصل مع المواطنين في إطار تنفيذ الموازنة التشاركية دي والموازنة العامة للدولة كآلية للتواصل ما بين الحكومة والبرلمان والمواطنين. والمواطن يصنع أو يكتب موازنته بنفسه، زي ما ممكن نحن نقول، يعني المواطن هو اللي هيكتب عمليا بشكل أو بآخر، أو هيشتغل على الموازنة العامة للدولة في إطار الموازنة التشاركية. أنا بشكرك جدا دكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. طيب.